السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. حلقة النهاردة عن أنواع الشخصيات. في شخصية بتتعامل معاها بتحس إنها طماعة، في شخصية بتتعامل معاها بتحس إنها كرهاك، في شخصية بتتعامل معاها إنها حقودة، في شخصية بتتعامل معاها تلاقيها متسلطة، في شخصية بتتعامل معاها تلاقيها مكارة، في شخصية بتتعامل معاها تلاقيها انتهازية. هي دي حلقة النهاردة عن الشخصية الانتهازية. الشخصية دي بتستنزف قوتك، بتستنزف مهاراتك، بتستنزف خبراتك، بتستنزف ما لديك، وفي الآخر هي بتعتبر الحاجات دي فرض عليك، بتعتبر الحاجات دي حاجة طبيعية جدا من حقها. هي بتكبر وهي بتعلى وانت زي ما انت، بل بالعكس ممكن تسبب لك احباط، لانك لما بتيجي تتكلم مع الشخصيه دي هي بتحسسك ان هي اللي اديتك، هي اللي فادتك مش استفادت منك. الشخصيه الانتهازيه دي ابعد عنها، لانها ممكن تجيب لك احباط، ممكن تستنزف كل ما لديك، هي تكبر وتعلى وحضرتك اما تهبط او تفضل زي ما انت. اتعامل مع كل الشخصيات، بس اي شخصيه انتهازيه ابعد عنها، لانها هتضرك مش هتفيدك، هي اللي هتستفاد وهي اللي هتطلع على كتفك وانت زي ما انت، لانها بتعتبر الكلام ده فرض عليك، وفي النهايه هي اللي بتفيدك وهي اللي بتديك مش بتاخد منك. ابعد عن الشخصيه الانتهازيه تماما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.